أتواصل بحضراتكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذا الملتقى وهذه الانتصارات لأتابع ما يدور من تحدي ومنافسة مع هذه اللقاءات. شوطنا العاشر خاص بالأبكار المهجنات الأصهايل، وأعود إلى مقدمة الشوط لأتابع هذه الأسماء التي تقدمت وذهبت بالناموس ما شاء الله. شعار بالدريوي يتقدم، راشد بن سعيد بن سهيل بالدريوي هذه اللي وصلت اخذت المركز الاول وتقدمت الى الناموس ما شاء الله. في المركز الاول هذه شواشه تحتل المقدمه، بين امام ذيار في المركز الثاني لحمدان بن احمد بن منانه ياتي على ثاني المراكز ليقدم لنا مذيار في هذه المشاركة وهذا الملتقى، بينما المركز الثالث هذه اللي وصلت خذت المركز الثالث من خلال هذه اللحظات مطفية لسعادة محمد بالعوضي المنهالي يتقدم إلى المركز الثالث، بينما في المركز الرابع سالم بن عامر المدوشي حاضرا بتقديم كون إلى المركز الرابع. نشوف المركز الخامس ونتابع المركز الخامس وهذه اللي وصلت الآن المركز الخامس شعار بن زاهرة هذه سرابة لسعيد بن حمد بن سعيد بن زاهرة اللي يحتل المركز الخامس. والمركز السادس مشاهدين الأعزاء يأتي هذا الشعار هنا من خلال هذه اللحظة، يا سلام هذه اللي وصلت لشواهين مبارك بن محمد بن معيض النيادي محتل المركز السادس. أما المركز السابع فهنا خيرة راشد بن محمد بن مطر الكيبالي يحضر في هذا اللقاء ويسجل عاشر المراكز أو المركز السابع من صالح حتى اللحظة، بينما المركز الثامن لخليفة بن سلطان بن رشيد وهذه اللي أمامكم هي المسكة تتواجد على المركز الثامن. أشوف المركز التاسع شعار بن حاسوم هذا هو مشاهدي الأعزاء هذا اللي وصلت مثايل خليفة بن سلطان بن خليفة بن حاسوم الدرمكي يتقدم ويأتي بهذا اللقاء على المركز التاسع، بينما المركز العاشر وصلت إشعاع لسالم بن عامر المدهوشي يحتل المركز العاشر. هذه النتيجة لمراكزنا المتقدمة العشرة حتى هذه اللحظات اللي تحدياتها سارت بنوساتها أيضا تواجدت بلقائها شاركت في منافساتها موجودة من خلال هذه اللقاءات وهذه التحديات. الكل دائما يريد الانتصار في المشاركات الفعلية بالفعل من خلال هذه اللقاءات الجميلة والرائعة ومنافساتها الحلوة. عموما على كل حال نعود إلى شوطنا وإلى ما دار من تنافس وتحدي على أرضيته. شواشة مسيطرة حتى اللحظة مسيطرة ومتمسكة بزمام الأمور. راشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي نوجه له تحية في هذا الصباح الجميل بو راشد، وإن شاء الله يعود لنا بالسلامة من المملكة المتحدة. ملكيتها لسالم بن عامر المدهوشي يحتل المركز الثاني. انتقل الى شعار بن منانه لحمدان بن احمد بن منانه ايضا حضر بالامس وسجل ناموس مع الفاتنه واليوم يسجل مع هذه الجميله ايضا انتصار. مذيار حمدان بن احمد بن منانه يحضر في المركز الثالث، المركز الرابع وصلت الان سرابه لسعيد بن حمد بن سعيد بن زاهره الخيالي يحضر ويتواجد كذلك بمنافسات اليوم مع هذه الفئه العمريه وهذا السن. اما المركز الخامس نتابع الكيبالي قادما مع خيره راشد بن محمد بن مطر الكيبالي يحضر مشاهدينا الاعزاء ليتقدم الى المركز الخامس. اما المركز السادس فمثايل سلطان بن خليفه او خليفه بن سلطان بن خليفه بن حاسوم الدرمكي يتقدم كذلك ويشاركنا في هذا الملتقى. وفي المركز السادس المركز السابع ها هي القادمه مطفيه لسعاده محمد بالعوضي بن يحيى المنهالي يتقدم باحمد كذلك في هذه المشاركات. والمركز الثامن بن معيض مبارك بن محمد بن معيض
حيض النيادي، ايضا حاضرا بشواهين المسك المركز التاسع خليفه بن سلطان بن رشيد وشعاع لسالم بن عامر المدهوشي في المركز العاشر. هذه العشره، هذه العشره اللي يعني بتسوي عند خط النهايه حشره. عموما على كل حال سارت تحدياتنا ولا زال التوقيت صامت تحت اقدام اسطوره لمطرب الرايد بن مفتاح. 9 دقائق اليوم وسبع ثواني وسبع اجزاء. كذلك الجعدان مع بن درويش. هذه يعني الحلال اللي قدمه لليوم عروض ممتازه حصيده اليوم من التوقيت حتى هذه اللحظات في المشاركات مع الاشواط المفتوحه. لا زالت هناك اشواط الانتاج واهل الانتاج والمنتجين محافظين ويعني يقدمون دائما التوقيت المميزه. نعود الى مذيار والى بن منانه، الى بن منانه. لا زال احمد بن سعيد بن منانه على مقدمه هذا الشوط مشاركا حاضرا قادما كذلك بهذا اللقاء ومقدم يعني الشيء الزين، الشيء المميز ما شاء الله عليه. هذه مذيار، هذه مذيار مسيطره كل السيطره والسيطره واضحه على ناموس هذا الشوط. الله، هذه اللي امامكم تتقدم ومذيار في المركز الاول. مذيار 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 بالامس قدم مراسيل، يلا نشوف وين المراسيل يا اهل الهوى. لكن مذيار والمركز الثاني سرابه، سرابه سعيد بن حمد بن زاهره الخييلي يتقدمون. هالي النايفه، هالي النايفه، هالي النايفه. المركز الثالث واصل الكيبالي، الكيبالي راشد بن محمد بن مطر الكيبالي. هالي السوان، هالي راس الخيمه، هالي راس الخيمه. خيره خيره كذلك بالدليوي، ولكن بن منانه وصل من جديد. هذه ازمير منصور بن سعيد بن منانه، منصور بن سعيد بن منانه قدم تغاريد في اول اشواطنا المهجنات. يقدم ازمير في هذه اللحظه المركز المسك قادمه خليفه بن سلطان بن رشيد وابن معيضد وبالقرين والمدهوشي وابن حاسوم. الكل هجم في الكيلو الاخير، هجمه بعد هجمه. لكن شوف 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 وين الكره في ملعبك يا بن منانه، يا بن منانه. حمدان بن احمد بن منانه في مقدمه الشوط، في المقدمه هناك بن زاهر يحاول في المركز الثاني، في المركز الثاني. المركز الثالث الكيبالي يقدم خيره، راشد بن محمد بن مطر الكيبالي وازمير منصور بن سعيد بن منانه وكذلك راشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي. ولكن اللي حضرت شعله عبد الله بن غدير بن حمدان الوهيبي. اول ندى، اول ندى الجعله، اول ندى الجعله. الله يا خيره 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 مليار، ولكن خيره. اهلي السوان، اهلي راس الخيمه، اهلي راس الخيمه. قدموا تقدموا حتى هذه اللحظات. الله يا الكيبالي يا الكيبالي. بن غدير حاضر في المركز الثاني مع شعله، شعله عبد الله بن غدير بن حمدان الوهيبي. ولكن ختل 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 الكيبالي، هذا ختلهم الختال، ختلهم الكيبالي حتى اللحظات الاخيره مع خيره راشد بن محمد بن مطر الكيبالي. انتزع الناموس واهداه الى اهالي السوان واهالي راس الخيمه. نهايه جميله رائعه، شكل فنان وممتاز ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليها، بسم الله عليها وحواليها. تهانينا يا الكيبالي على هذا الفوز والانتصار حيث قدمت خيره هذا الملتقى. المركز الثاني شعله عبد الله بن غدير بن حمدان الوهيبي. المركز الثالث ازمير لمنصور بن سعيد بن منانه. المركز الرابع تصل مذيار لحمدان بن احمد بن منانه. والمركز الخامس شواشه راشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي. هكذا كانت النتيجه، عوده الى الصراع ما شاء الله والنزاع. ولكن هنا لحظات مميزة ولحظات أصيلة حضرت من خلالها خيرة سجلت ناموسها في هذا الملتقى. راشد بن محمد بن مطر الكيبالي، تهانينا والناموس وسلام لهالي السوان. سلام هنا من خلال هذه اللحظات وتوقيتها زمن 9 دقائق 13 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لراشد بن محمد بن مطر الكيبالي على فوز خيرة بالمركز الأول وهذا الناموس المستحق. المركز الثاني كان تواجد ب 9 دقائق 18 ثانية وجزء واحد من الثانية حيث كانت شعلة تعود ملكيته الغدير بن حمدان عبد الله بن غدير بن حمدان الوهيبي. تهانينا والناموس. المركز الثالث ازمير منصور بن سعيد بن منانه 9 دقائق 19 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار للجميع. مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل لشوطنا 11
تمت انطلاقتي بعون من الله تعالى وتوفيقه. هنا يأتينا بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة، شوطنا 11 والخاص بالقعدان.